هناك فيروس جديد يدعى فيروس كورونا، وهو المسبب لمرض كوفيد-19، ويعد من السهل التقاط عدوى فيروس كورونا الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم. قد تكون الإصابة بمرض كوفيد-19 حادة وتؤثر على عملية التنفس، وقد تسبب التهاباً خطيراً في الرئتين. من المهم أن تحموا أنفسكم وتحموا عائلاتكم وتحموا مجتمعكم. قد تستغرق أعراض كوفيد-19 ما بين يومين حتى 14 يوماً قبل أن تظهر، وعادة ما تشمل الأعراض الحمى والسعال الجاف أو التعب. قد تظهر على بعض الأشخاص بمن فيهم الأطفال أعراض طفيفة. ينتقل كوفيد-19 عند سعال أو عطس شخص مريض ينتج عنه قطيرات صغيرة معدية. لا تنتقل القطيرات لمسافة بعيدة، ولكن يمكن أن تهبط على الأسطح التي قد تلمسها. إذا قمت بعدها بلمس عينيك وأنفك أو فمك قد تصاب بالعدوى. لحماية نفسك والآخرين من كوفيد-19 عليك تجنب الاقتراب من الأشخاص خارج منزلك. حافظ على مسافة متر إلى مترين بعيداً عن الآخرين بقدر المستطاع، وهو ما يعادل مسافة ذراعين على الأقل. اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لأكثر من 20 ثانية، أو استخدم معقمات الأيدي الكحولية. حافظ على صحتك، أحدث فرقاً.